تدنو عقارب ساعة المعرض الدولي للفرس من إزدال الستار عن هذه النسخة، لكن جماليته لا زالت تأسر عشاق الفرس والفروسية، واليوميات كالعادة لا زالت تسير مكنون هذا الجمال. نتابع. فرسان فرنسا تألقوا خلال اليوم الثالث من فعاليات الدوري الملكي المغربي محطة الجديدة. الفارس روبير أوليفيه ممتطياً كونيل تفوق على تلة من أجود فرسان العالم في أهم مسابقة خلال اليوم الثالث بعد قطعه المطاف بدون خطأ وفي توقيت جيد 52 ثانية و57 جزءاً من المئة. Bah écoutez, c'était une belle après-midi, ma jument a sauté fantastique. Hier, elle a eu un petit peu de mal à s'adapter, elle a pris quand même un bon classement, mais elle a eu un petit peu de mal à s'adapter, à passer de Tétouan et Rabat, ou qui sont des compétitions en extérieur, dans le hall de Al-Jadida. Mais écoutez, aujourd'hui, elle a bien rectifié le tir, j'ai monté convenablement aujourd'hui, donc c'est une belle victoire, une belle après-midi. مباراة أخرى لا تقل أهمية على الأولى علما أنها تدخل في خانة فئة ثلاث نجوم. هذه المسابقة ترتكز بالأساس على عاملي التوقيت الأدنى المحقق ومجموع النقاط المحصلة. 30 فارسا خاضوا المنافسة أملا في كسب نقاط تساعدهم على التأهل إلى كأس العالم، بيد أن الفوز كان من نصيب الفرنسي جاري بيير رفقة الفرس تالانو الذي حقق ما مجموعه 65 نقطة في ظرف 42 ثانية و69 جزءا من المئة. يوم ثالث من التنافس في أرقى وأمجد المسابقات، موروكو غويال تور كالعادة كان وفيا لقمة تنافسية واتقت من جديد لتميز هذا الحدث. بعد حدث تنظيم المسابقة الوطنية الخاصة بالحصان البربري، أبدع رواد الميدان في صياغة ملحمة جديدة من خلال المسابقة الدولية لهذه السلالة والتي تعتمد على معايير خاصة. الخيول البربرية التي تعرف من أقدم السلالات بشمال إفريقيا، وهي كالتالي: أولا تكون خمسة نقط، الأولى على الهوية البربرية، وهي ملي كتشوف هذا الحصان وكتقول بان هذا بربري. علاش؟ لان عنده واحد المجموعه ديال المعايير اللي كتنتمي الى هذه السلاله. ثانيا كنشوفوا الشكل وهو الجسم ككل. ثالثا القوائم، ورابعا الحركه. فاعلون دوليون وصناع قرار اثثوا فضاء هذه المسابقه وادلوا بدلوهم بخصوص تميز المغرب في هذا المجال. On est content d'amener beaucoup de chevaux pour représenter un petit peu nos chevaux, mais qui viennent quand même de chez vous. Et on a amené, il y a des pouliches, des poulinières, des étalons. Il y a 6 éleveurs qui sont représentés, que ce soit de la région lyonnaise, du sud. Il y a un vrai effort qui est fait et il y a une organisation qui est, voilà, pas parfaite, mais presque quand même, je pense, non? Ça va être dur de faire mieux l'année d'après. Et il y a beaucoup de chevaux. Je sais que par exemple sur les salons français, on se plaint aussi qu'il n'y ait pas toujours beaucoup de chevaux ou de gens qui participent. Voilà, je suis allée au spectacle hier soir. Donc bon, j'ai retrouvé quelques Français aussi dans les gens qui venaient ici, puisqu'il y avait les champions du monde de voltige qui sont français. والمعرض يقترب من إزدال ستاره، ما فتئ رواده يتحفون عشاقه بالعديد من المفاجآت السارة والأخالة. معرض الفرس الدولي لم يستثني في أروقته فئات الحرس الملكي والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية. كل هذه التشكيلات جاءت إلى المعرض لتقريب الزوار من منتوجاتهم كأسلاك تحرص على أمن هذا الوطن وتزاوج بين العمل والرياضة من خلال فن الفروسية. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية، الحرس الملكي كيشارك للسنة السابعة على التوالي فعاليات معرض الفرس. كنحاولوا نقربوا الزوار من في هذا المعرض هذا من جميع يعني المباريات اللي كنديروا واللي كننظموا، سواء في القفز على الحواجز او في رياضه البولو، ودائما في اطار انفتاح المؤسسه العسكريه على المجتمع المدني كنعطيهم فكره على الانشطه ديال الحرس الملكي، سواء الانشطه العسكريه او المدنيه او الرياضيه.
ما رده إلى موروث تاريخي يرجع إلى عهد السلطان مولاي الحسن الأول الذي شجع فئة الخيلة ونظمت في عهده العديد من السباقات التقليدية المرتبطة بالخيول. هذه السنة خصناها للمحلة السلطانية وتحركات السلطان مولاي الحسن في المغرب، وكان هذا يفرض وجود من يقومون بضبط التوقيت وحساب المسافات، وقد كان هذا يوظف أحيانا في المجال الرياضي حيث كان يستعمل هذه آلات القياس لقياس المسابقات التي كانت تتم بين الفرسان من جهة وبين السباحين من جهة وبين الذين يتسابقون على أقدامهم، وذلك للتمكن من السير مع السلطان بطريقة مريحة، أنهم تدربوا على ذلك وهذا يدخل في إطار التدريب والتكوين العسكري. هكذا انسلخ رجال الدرك والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والحرس الملكي عن زيهم الانضباطي استثناء للترويج عن النفس وإظهار مهارات هذه الفئة في معرض شكل فضاء أرحب لهم. كما قال لكم قبيلة الأستاذ ولينا كنشاركوا في يعني مباراة الدرقس على الحواجز. هادشي زوين بزاف فهمتي، واول مره كنجي نشوف هادشي عجبني بزاف فهمتي، عجبوني الخيال وعجبني هادشي كامل فهمتي، هادشي زوين بزاف. كنشوف ناس محترفين اللي كيسهروا على هادشي وكينظموا، صراحه داكشي زوين بزاف عجبني. هادي ثاني مره وانا كنحضر المعرض الفرس وهادشي زوين بزاف وعجبنا، كنتمنوا يبقى دائما نشوفوا بحال هاد العروض هادي. Je suis ravie d'être venue parce que c'est la première fois. Ça fait assez longtemps que j'entends parler d'El Jadida, du Salon du Cheval d'El Jadida. Et je suis ravie parce que je trouve que c'est un salon très culturel déjà. Et puis en plus, unique en son genre et très chaleureux. J'ai un cheval lusitanien de 10 ans maintenant, Gotan, avec lequel je suis en spectacle depuis 4 ans et avec qui j'ai fait le tour du monde aujourd'hui. مشاهدينا وصلنا لفقرة حوار واللي كنستقبلوا من خلالها الفارس الكبير عبد الكبير والدار. سي عبد الكبير مرحبا بك. مرحبا شكرا. مرحبا سي عبد الكبير. قبل ما نتكلموا على موروكو رويال تور، قبل ما نتكلموا على معرض الدولي للفرس احنا في الاطار ديالو، نتكلموا على الانجازات الكبيره اللي درتي للمغرب واللي هزيتي رايه المغرب خصوصا في هذه السنه الاخيره، كتحتل المركز 13 عالميا. اخر انجاز في نورماندي رفقه كويكلي دو بريسكير. تماما. نعم، تكلمنا شويه على هذه الانجازات ديال هذه السنه هذه. ولا اولا هذه الانجازات اللي عملناهم مع كويكلي دو كريسكير هي كانت واحد التدريب اللي هما كنا مختصين باش جوستومون باش يديروا هاد لي جو مونديو ان شاء الله، اللي درنا لي جو مونديو وكاس العالم اللي كان في ليون. دونك هادو هما جوج ديال لي زيشيونس اللي هما كانوا مهمين بزاف باش نديروهم، حيت هما اللي كيجمعوا لنا النقاط على الصعيد العالمي، ووجدناه مزيان والحمد لله ربح بزاف ديال لي غون بري، وهذاك الشيء علاش وصلنا للرتبه الثانيه عشر في الترتيب العالمي، 12 في الترتيب العالمي، كاس العالم
و13 في الألعاب العالمية. نعم سي عبد الكبير، آخر إنجاز هو اللي كان في نورموندي، كيفاش تعديتي باش وصلتي لهذه المرتبة وحتليتي المركز الأول في نورموندي؟ أولا الشكر كيرجع للفرس ديالي، حيت فرس مزيان وباقي صغير، عنده 10 سنوات وعنده بزاف ديال الإمكانيات باش يقدر يربح، ولهذا كنت تنوجدو كل صباح كل عشية إلا خصو عاوتاني يخدم تنخدموه باش جوستومون يكون موجود لهاد المباراة الكبار، حيت مباراة مهمين بزاف وتيكون العلو بزاف، تيكون مترو 60 مترو 70 في هاد المباراة هادو. نعم سعد الكبير، يعني مباشرة بعد يعني تنظيم معرض الدولي للفرس تنظمات ماروكو غويال تور، اللي هي عطاتنا واحد المستوى عالي ديال الفرسان المغاربه اللي بداو كيحتكوا مع فرسان عالميين، وبدينا كنشوفوا فرسان اللي يعني المستوى ديال الفروسيه في المغرب ككل بدا كيرتفع. فعلا هاد لي كومبيتيسيون اللي كيعملوا في تطوان وفي دار السلام غويال ماروكو تور وفي الجديده، هادو 5 سنوات ولا 4 سنوات وهما كيديروا هاد الكونكور، تبارك الله ولاو كيجيو الفرسان العالميين كاع القطريين ولا الاماراتيين ولا السوريين ولا الطليانيين، هادو كاين فيهم الفرسان اللي هما تيكونوا في جميع في 30 احسن منافسه، احسن منافسات. نعم. واحسن لي ميور كافالير تيكونوا في 40 الاولين في العالم، ولهذا ما تيجيو فريمون باش يربحوا، حيت يحسبوا عليهم النقاط ديال على الصعيد العالمي، ولهذا المغاربه الحمد لله عطاو نتائج اللي هما مزيانين. كاين عندنا الخلف اللي هو باقي طالع، كاينين دي جون اللي هما عطاو لي ريزولتا هذا العام، وزي انت شفتوا براسكم بانما كاين بزاف ديال لي زيبروف اللي المغاربه ربحوهم، وهذا هدف فرحنا كبير للمغاربه ولاو كيربحوا هاد لي زيبروف كبار، لي زيشونس كبار. نعم سعد الكبير، يعني مجموعه من المشاهدين متبعين عبد الكبير والدار خاصه مولوعين بالرياضه الفروسيه، شنو هو سر نجاح عبد الكبير والدار؟ في الحقيقه سر النجاح وهي الخدمه بالمعقول، الفياق بكري، وتكون تتبغي الحصان ديالك كما كتبغي راسك، حيت ما يمكنش غير تركب عليه وتدخلو البوكس تقول صافي سالي. دونك هذه اولا، وثانيا الرياضي تيخصو ينعس بكري ويفيق بكري باش يكمل الخدمه ديالو، هذا هو سر النجاح. والانسان يخدم ملي كتخدم بواحد النيه ديالك، ما كاين لا بد توصل لك شي المهمه اللي انت تتوجد لها. نعم سعد الكبير، نتكلموا شويه على المعرض الدولي للفرس، هذه النسخه السابعه، شاركتي في جميع النسخ، المستوى ديال المعرض الدولي للفرس والتقييم ديالو من خلال فارس كبير كعبد الكبير والدار. في الحقيقة هذا واحد الفرح ليا كبير، دير انفيختي ديالي أنا باش المغرب يوصل لهذ الدرجة، باش كيوجد هاد لي زيسيونس وكيجيو بزاف ديال الناس، وتبارك الله ملي كيجيو الناس كلهم على برا، تنهضر على الناس اللي هما الأوروبيين اللي كيجيو المغرب واللي هما محترفين، اللي هما محترفين تحلوهم العجب كيفاش المغاربة، اسمح ليا كاين بزاف ديال لي تيغان اللي حسن من عندهم. أنا درت ما خليت ما درت على الصعيد لي كومبيتيسيون على الصعيد الدول الاوروبيه، لي كومبيتيسيون اللي كاين عندنا في المغرب احسن من لي تيغان ديالنا، احسن من عندهم. سي عبد الكبير، هذا المستوى اللي وصل له عبد الكبير والدار، فارس عالمي كيحتل المركز 12 عالميا، هذا الشيء كله علاش كيرجع؟ الفضل، الفضل تيرجع لسيدنا الله ينصرو، وكنشكروا وتنشكر جميع المغاربه اللي كيتبعوني والصحافه حتى هما، وكنشكر مولاي عبد الله العلوي اللي حتى هو كيدير بزاف ديال المجهودات باش ليكيتاسيون تزيد في المغرب، وهذه رياضه زوينه. دونك كنتمنى ان شاء الله يكون الخلف اخر من ورانا، حيت ما كاينش غير عبد الكبير والدار، لا بدا يكونوا الابطال الاخرين جايين ان شاء الله. مي مازال العطاء ان شاء الله ان شاء الله، لا بدا ان شاء الله كاين لي جوز اولمبيك هما اللي ان شاء الله تنتمنى باش نمشيو ليهم، شي ميداليه المغرب ان شاء الله. هذا هو الكادو ديالي لجميع المغاربه ديالي، وانا فرحان
وفرحان فرحان بزاف بالمغرب ديالي وبالرياض المغرب. وحنا فرحانين بك سي عبد الكبير. شكرا. فارس كبير مستوى عالمي، وكنتمنى ان شاء الله تجيب ميداليه في الالعاب الاولمبيه، ومازال العطاء يكون ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا عبد الكبير والدار، ونتمنى نستقبلوك ان شاء الله في محافل ومناسبات مقبله بحول الله. ان شاء الله. شكرا. اما انتم اعزائي المشاهدين، نتلقاو غدا ان شاء الله على نفس القناه وبنفس التوقيت. الى اللقاء.